بقاله كتير ما بيتكلمش، وكان في شويه اسئله كتير نفسي اسالها له، وعمالين ندور عليه بقالنا فتره طويله. هو شخصيه هادئه جدا، بتشتغل بتتعب بتجتهد، بس كان في حوارات كده كتير حوالين اسمه يعني وشغله، رغم ان هو شخص بلا دوشه يعني، ما بيعملش دوشه غير بشغله يعني. معايا عبر الهاتف الان مداخله عزيزه جدا الكابتن الكبير كابتن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق انبي. يا كابتن تامر، مشرف ومنور. يا كابتن كريم، شرف كبير ليا يا كابتن كريم، وانت عارف معزتك عندي قد ايه، ومن الناس الجميله الواحد اعتز بيها، والناس الشاطره والجميله، وانا سعيد جدا بالمداخله دي والله. اشكرك يا كابتن تامر، ده شرف كبير ليا، وكنت وحشنا جدا، بس فبنحاول نوصل لك يعني. يا حبيبي والله العظيم الشرف ليا. يا رب يخليك يا كابتن تامر. حبيبي. الفتره اللي فاتت بدايه انبي في الدوري الممتاز مع عناصر، بعض العناصر الشابه الجديده واسماء كويسة، بس كان فيها بعض من سوء التوفيق. ليه انبي واجه سوء التوفيق ده في بداية الموسم رغم نهاية عظيمة جدا نهاية الموسم الماضي؟ طيب اولا خلينا نكون صراحة شوية في الكلام، لان يعني مهم جدا المداخلة دي، ومهم جدا نوضح للناس، بس عشان الناس بتقارننا دايما بالموسم اللي فات. بالظبط. وبدري قوي المقارنة، وبدري قوي الحكم، وبدري قوي الحسابات دلوقتي يا كابتن كريم. انت عارف في فرق السنة اللي فاتت كانوا اول 6 7 اسابيع بدايه الدوري كانت هايله جدا، وبعد كده في الاخر ما نزلوا كمان درجه ثانيه يعني. فدايما البدايات عارف انت بتبني عليها حاجات كتير جدا. صح. لكن ده تقييم دايما بيبقى تقييم عايز اقول وهمي شويه يعني جوه الشغل يعني. مستعجل وقتها، تقييم مستعجل. شويتين يعني. لكن خلينا نتكلم في انبي. خصنا يعني. يلا بينا. انبي طبعا انت عارف ان احنا كان عندنا ازمه قيد وايقاف قيد، ولعيبه كتير مشيت من عندنا، ولعيبه كتير موجوده، وكان عندنا شوية أماكن مهمة جدا كنا محتاجين ندعمها، ما قدرناش ندعمها طبعا. لكن أيمن الشريعي بصراحة اجتهد وتعب جدا، بس طبعا فتح لنا القيد، أو القيد اتفتح، مش عايز أقول فتح لنا لأن الموضوع كان خارج عن إرادته يعني. القيد اتفتح في آخر ساعة أو آخر ساعتين من الـ من الـ من من ويندو يعني، لكن الحمد لله قدرنا نجيب زياد، وقدرنا نجيب ولد أفريقي كده اسمه مامي، إن شاء الله يبقى ليه مستقبل كويس يعني. هايل. دول اللي قدرنا نجيبهم، لكن ما قدرناش طبعا نعوض او نجيب احتياجاتنا اللي احنا كنا عايزينها. ده رقم واحد. ممتاز. رقم اثنين، في نقطه مهمه جدا، ان عندي اصابات صعبه جدا جوه التيم، منهم احمد امين اوفا كان متعور، وهو الاسترايكر الوحيد البروفايل ده الوحيد اللي عندي جوه التيم بالشكل ده بالاسلوب ده، ولعيب مؤثر جدا عندنا، ما كانش جاهزاه كامله طبعا، وكان متعور وما عملش يعني فتره اعداد، لكن الحمد لله بدا يرجع تدريجيا يعني. زائد كمان ان العجوز كان موقوف اول ماتش، زائد ان برضه في 3 4 لعيبه ما كانوش داخلين الدوري بافضل حاله، لكن برضه دي نقطه يعني الحمد لله مع الوقت ان شاء الله نقدر نتغلب عليها يعني. رقم 3 بقى الاهم بالنسبه لي كمان، ان انت ساعات بيبقى الظروف غصب عنك شويه يعني. ماتش الداخليه يا كابتن كريم مستحيل مستحيل، لو الرايتس عندك او الحقوق عندك وتقدر تبص عليها، مستحيل الماتش ده اخرج متعادل فيه، مش خسران يعني، مستحيل يعني. صح. ضيعنا 7 8 فرص صعبين جدا 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 ان هم يضيعوا يعني. صح صح. انا كنت بتفرج على المباراه دي في المباشر. وقلت المباراه مستحيله، صعبه جدا يعني. مستحيل، صعب جدا طبعا. يعني سبحان الله سوء توفيق غريب جدا طبعا. رقم 2 طلعت الجيش فرقه كويسه جدا، ومعاه مدير فني محترم جدا. صح. وكانوا جايين مكسب البنك، بيطرد منك لعيب اول الشوط الثاني في الدقيقه 5 أو الدقيقة 6 من الشوط الثاني، فطبعا بتلعب لك تقريبا شوط كامل وانت منقوص يعني، رغم ان برضه كنت امين الاداء ما كانش احسن حاجه، لكن برضه قدرت تخرج بنقطه. تعال بقى للماتشين الاهم اللي هم بقى اللي الناس برضه عماله تاخدك في حتت انبي مش انبي والكلام ده كله. احنا خرجنا من سيمي فاينل كاس مصر مع النادي الاهلي. طبعا في جاب كبير بينه وبين النادي الاهلي، وفي فرق كبير جدا في الامكانيات والقدرات والسكواد والجاهزيه طبعا. النادي الاهلي لعب ماتش 4 ماتشات قبل، واحنا لاعبين ماتشين بس عشان ماتشات افريقيا طبعا. فطبعا صعب جدا ان انت في التوقيت ده في الاصابات اللي عندك برضو اللي احنا بنين عليها كلامنا من الاول، فصعب جدا انك تقدر تجاري النادي الاهلي، لكن قدرنا الحمد لله لحد كبير نجاري النادي الاهلي. لكن طبعا النتيجه والسيمي فاينال كاس مصر، فطبعا الامور صعبه جدا جدا جدا، وكان مع ان كان عندنا طموح كبير ان احنا نقدر نوصل لبعيد، لكن برضه يعني ما قدرناش، ربنا سبحانه وتعالى ما وفقناش، وان احنا نعمل حاجه كويسه في السيمي فاينال كاس. خلي بس الماتش ده على جنب كده عشان نرجع له تاني. ماشي. تعالى نروح بقى لماتش بيراميدز.
ماتش بيراميدز طبعا اهلي بيراميدز في الماتشين الاولين باحداثهم بالقصه اللي انا حكيتها لك. في ماتش بيراميدز طبعا بتلعب متهيألي من احسن الايام اللي موجوده جوه الدوري، صح، احسن السكواد اللي موجود جوه الدوري المصري، صح، تيم هايل جدا. رغم كده كنا تقريبا يعني كنا ند وند بصوره كبيره جدا فترات كبير جدا جوه الجيم، وضيعنا اكثر من فرصه، ولكن للاسف الشديد اتسرقنا بجول. لكن ما تقدر يعني خلاص مش تقدر تلوم اللعيبه، لان برضه بتلعب تيم عنده امكانيات اكبر منك بكتير جدا وعنده قدرات كبيره جدا. لكن قدرنا حتى وانا خارج للامانه كابتن فتح الله وانا خارج بقول لي والله انت احسن مننا النهارده، يعني انتوا تستاهلوا عننا النهارده، ودي اشاده من مدرب محترم يعني طبعًا. وخصم كمان بتلعبه طبعًا. قبل المناصر ليك يعني، فهذا الحمد لله رب العالمين يعني. هرجع بس ماتش الاهلي تاني برضه عشان ده في نص السكه. زي ما قلت لك هرجع له تاني يا كريم، ان انت طلعت سيمي فاينل كاس مصر بطياره نادي انبي بقاله 8 سنين تقريبا ما راحش للمرحله دي في كاس مصر، ما راحش للبعد ده في كاس مصر. زاد الاحداث اللي كانت قبل الكاس حقيقتنا بقى ان احنا نوصل ما نوصلش الكلام ده كله، فبتهيألي ان احنا قدرنا نوصل لمرحله جيده جدا مع نادي انبي وخلاص. الفكره بس في الاربع ماتشات، في اجمالي الاربع ماتشات عشان بس الناس، البدايات اللي انا النغمه اللي عارف يا كابتن كريم اللي ارهقتني فعلا يعني كل شويه البدايات مش احسن حاجه. انهي بدايات؟ انا عايز اعرف انهي بدايات؟ اهلي وبيراميدز داخليه مستحيل بطرد من ماتش الجيش. انهي بدايات؟ يعني انا عايز افهم انهي بدايات بالظبط؟ احنا لسه ما بدأناش اصلا، احنا لسه ما اشتغلناش اصلا، زائد الايقافات، زائد الناس ناسيه ان احنا عندنا ايقاف كده يا جماعه. زائد الناس ناسيه نقطه مهمه جدا ان انت بتلاعب ولاد اول مره في تاريخ نادي انبي من 30 لعيب عندك 19 لعيب كانوا مقيدين في قطاع ناشئين نادي انبي. ممتاز. دي اول مره تحصل في تاريخ نادي انبي من ساعه ما نادي انبي انشا. ممتاز. واخد بالك؟ احنا عندنا ثلاث لعيبه في المنتخب الاولمبي. ثلاث لعيبه عندنا في المنتخب الاولمبي، انا لما جيت نادي انبي كان في اثنين لعيبه بس في المنتخب الاولمبي. احمد عيد وعماد ميهوب، والاثنين مش بتوعنا، الاثنين اعار. النهارده عندك ثلاث لعيبه جوه المنتخب الاولمبي بتوعنا احنا، بتوعنا اللي هم 2000 لا ده انت كابتن تامر كمان تقريبا كل يوم هنا زملاء الصحفيين اللي بيبقوا ضيوف معانا هنا كل شويه حد يقول لي محمد حمدي هيسيب انبي ويروح الاهلي او الزمالك، اوفا يعني هيسيب انبي يعني هيروح الاهلي والزمالك. ده بعد بقى تاني خالص يعني. طبعا انا عارف ان الاولاد طبعا من حقهم ان هم يبصوا على مستقبلهم ومن حقهم الكلام ده كله، فاكيد متاثرين برضه بالعروض اللي حواليهم. محمد حمدي راح منتخب اول كمان وعن 2003 نادر النهارده بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا في المنتخب الاولمبي. عندك احمد جمال الولد اللي قدمناه ماتش النادي الاهلي وكان اضافه جيده جدا والراجل بيتكلم عليه كلام كويس جدا وخده المنتخب الاولمبي، وكل دول 2001 و2000. طب دول لما بتقعد معاهم يا كابتن تامر بتقول لهم ايه؟ يعني هم اكيد برضو بمنطق ابوي بمنطق مدرب اي منطق يجي يقول لك والله يا كابتن تامر طب انا عندي اهلي، طب انا عندي زمالك، طب انا عندي مش عارف ايه، انت ازاي بقى تعرف تقنعه انه يبقى قاعد هنا وبينجح وبيشتغل ويتعب؟ والله يا كابتن كريم اقول لك على حاجه، موضوع حمدي ونادر دي خصوصيه شويه ان احنا موضوع حمدي ونادر ان احنا باصين لهم ان شاء الله كاداره طبعا قبليه ان احنا باصين لهم ان احنا عايزين نروح يعني نحترف بره ونبقى يعني نقدر نساهم بشكل او اخر ان احنا نسري الكره المصريه بلعيبه تقدر ان هي تبقى محترفه في اوروبا وبشكل جيد، وهم الولاد بصراحه مؤهلين ان هم يوصلوا للبعد عظيم. ده ان شاء الله يعني عظيم. لكن اوفا طبعا الكلام مع اوفا كان بدايه الموسم، جاله اكثر من عرض خارج مصر وداخل مصر وكلام بصراحه، اوفا يستاهل للامانه عشان اقول لك عمل سيزون هايل من ساعه ما جينا وهو شغال معانا كويس جدا، والولد بصراحه انا شايف ان هو من اللعيبه اللي كان محتاج فرصه في منتخب مصر في الفتره اللي قبل ما الموسم اللي فات يخلص. كان محتاج الراجل يشوف اكتر من كده، وكان نفسي كنت اتمنى ان الراجل يبص عليه. لكن ان شاء الله الفرصه جايه وان شاء الله ممكن يروح ان شاء الله بعد كده المرحله اللي جايه. تتوقع هيكمل معاك لنهايه الموسم؟ والله يا كابتن كريم انت عندك معلومه بقى. عندي معلومه. هي اللي عندك على فكره غالبا. انا ما عنديش حاجه، انا ما عنديش حاجه، انا عندي لعيب. انا عندي لعيب محترم، انا شايف اوفا من الفراوده المهمين جدا 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 جوه الدوري المصري، وشايف الولد ده لما يبقى فت ويبقى جاهز ممكن بينقلنا نقله ثانيه ونقله مختلفه. طب كابتن تامر بصراحه كده في لحظه زعل هل قدمت استقالتك لاداره نادي انبي؟ انت عارف انا صريح وانا يعني انت عارف انا بحبك قد ايه ومش هقدر اكذب عليك. اكيد كان في خلاف بيني وبين الاستاذ ايمن، لكن برضه في الاول وفي الاخر ايمن الشريعي بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي راجل صاحب فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى،
وانا دايما حاطط الموضوع ده قدامي وانا بتكلم معاه، ودايما حاطط الموضوع ده وفضل نادي انبي على الواحد بعد ربنا سبحانه وتعالى. وانا بتعامل مع نادي انبي زعلت شويه وتاثرت شويه واختلفنا شويه، لكن في الاول وفي الاخر الاخوات اصلا بيختلفوا. اي حد في الدنيا ممكن تختلف معاه ويكون حبيبك برضه، لكن الموده والحب والاحترام دايما هم اللي ثابتين. اختلفنا وزعلت شويه، لكن في الاول وفي الاخر هيفضل برضه الراجل الامانه حبيبي، ودايما طول الوقت الراجل بصراحه داعمني ودعمني بصوره كويسه، وخلاص وحددنا وجهات النظر وكان اختلاف وجهات النظر، والحمد لله الامور عدت يعني على خير يعني. ومستمر مع انبي الفتره اللي جايه بشكل طبيعي، مش اي مشاكل. لكن مستمر طبعا مع انبي، لان انا بالنسبه لي انا مش يعني انبي بالنسبه لي الموضوع مختلف شويه، لان انا بدور على فعلا المشروع ده، وده اللي خلاني اكمل مع انبي. ان عايزين نعمل جيل لنادي انبي، وده اللي احنا قلناه، اللي كنت حضرتك قلته معايا مع نهايه الموسم الماضي لما قلت لي انا عايز اكمل مع انبي مشروع، انا حتى لو جالي عروض اخرى انا عايز اكمل مع انبي. دي حقيقه، لان فعلا انا حاسس ان انت بيتك بتعمل في بيتك، بتعمل بمنتهى الاحترام ومنتهى الود، لكن هي الفكره الناس دايما رابطه السنه اللي فاتت بالسنه دي، والوضع مختلف تماما، لان في حاجه اسمها جاهزيه، وفي حاجه اسمها اصابات، وفي حاجه اسمها ناس لسه محتاجه شويه وقت، وفي حاجه اسمها توفيق، وفي حاجات كتير جدا غايبه عننا في الاول، لكن نقدر نلمها تاني وبسرعه ان شاء الله، ونتحط على التراك تاني ان شاء الله، ونبقى شغالين بصوره كويسه. لكن اللي عايز اقوله بس، النادي انبي بالنسبه لي انا، بالنسبه لي على المستوى الشخصي طبعا، انا بحب نادي انبي جدا وبحترمه جدا، ومهما اختلفت مع نادي انبي هتفضل برضو الخلافات جوه البيت، مش هتخرج بره، عشان احتراما لنادي انبي وتقديرا للناس اللي شغاله في نادي انبي، واللي ما شفتش منه غير كل خير بصراحه، برغم الاختلاف وبرغم يعني ان احنا كان عندنا مشكله، لكن الحمد لله رب العالمين عدت على خير يعني، الحمد لله. انا اتمنى لك كل التوفيق دايما يا كابتن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق انبي، واحد من الشخصيات والمدربين المحترمين جدا جدا على المستوى الاخلاقي وعلى المستوى الفني في الكره المصريه.